هذه الكلمة أن أتوجه إليكم بأسمى عبارة الشكر والامتنان على حضوركم للمساهمة في إغناء هذا الملتقى العلمي. هذه التضرع والشكر الخالص لفضيلة الدكتور محمد أمين بن عبد الله على تحمله وإعطائه، وشكرا مرة أخرى على تشريفكم لنا بالحضور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لما احتوته واحتضنته وانطلقه يخرج يعني خارج أسوارها. أكثر تأثيراً في الرجل تقربت كمركز للإشعاع العلمي، كمركز أو ك التي تجمع بين مسؤولين وبين أساتذة وبين قضاة وبين محامين وبين طلبة. أو الماء فيضان وبعدين كنقدر نستقيم مقفولة، وكل الفضاءات بما فيها الفضاءات المخصصة للكبار والصغار. هذه الدورة الثانية لمنح جائزة العلامة المرحوم الحسن العباري، لابد وأن أحيي جميع الحاضرين سواء منهم المسؤولين الرسميين الذين الفائز هو الأستاذ الدكتور رشيد خوادي. عرف اليوم تظاهرة علمية وهي جائزة الحسن العبادي لأفضل أطروحة للقانون الخاص التي ينظمها مركز سوسمسا للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة الذي أترأسه، وتهدف هذه التظاهرة بالاحتفاء بالطلبة الباحثين والمساهمة ارتقاء بالبحث العلمي خصوصا في المجالين القانوني والقضائي. وقد حضر هذه التظاهرة أساتذة أجلاء مثل الأستاذ أمين بن عبد الله والأستاذ محمد إدريسي العلمي المشيشي وعدة أساتذة من مختلف جهات المملكة جباهدة القانون والقضاء. وبهذه المناسبة نهنئ جميع الطلبة الباحثين الذين ساهموا في هذه التظاهرة، ونغتنم هذه الفرصة كذلك لأشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا الحفل العلمي وعلى رأسهم اللجنة العلمية، وإن شاء الله نضرب موعدا مع مركز سوسمسا للدراسات القانون القضائية المعاصرة في أنشطته القادمة. إذا كنت من متابعين الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.